تم اعتماد الأرز المديني لمنطقة المدينة المنورة ضمن مبادرة روايات الأطباق الوطنية لهيئة فنون الطهي، واليوم في مطبخ سيدتي راح نقدم لكم الوصفة على أصولها مع الشيف وحيد مليباري. حياك الله أستاذ وحيد. أهلا وسهلا ومرحبا، رحب فيكم وبالمشاهدين، وإن شاء الله تستمتعوا معنا بوصفة الرز المديني وشغل إن شاء الله مرتب ويعجبكم. أكيد أنا أصلا من الريحة حاسة أنه في شيء جميل اليوم راح نذوقه. أول شيء كلمنا عن المكونات اللي أنت جايبها معك من المدينة. طيب المكونات بشكل عام، الرز المديني عبارة عن رز مطبوخ باللحم أو بمرق اللحم، بعد كده بيتبل بالصلصة مع شوية بهارات. المطبخ المديني معروف بالبهارات العطرية أو بالمكونات العطرية، فنضيف موية الكادي، الزعفران، موية الورد، أحيانا اللحم نفسه ينطبخ بالورد. فهذه من أهم مزايا المطبخ المديني. فالرز المديني عادة إحنا بنسلق فيه اللحمة، ممكن نسلقها بموية الورد، نسلقها بالبهارات الصحيحة. بعد ما تنسلق معانا اللحمة بنشيلها ونعمل صوص كده خاص بالصلصة مع شوية بهارات، حندخل في تفاصيلها كده مع بعض. إحنا طبعا عشان نكسب الوقت سلقنا اللحمة وخليناها جاهزة، وهذا الرز الآن بدينا نطبخه في مرق اللحم. تمام، ايش حنسوي؟ حنسوي تركاية مرة بسيطة، حندوب المستكة في السمن. اول ما الرز يشرب الموية حنرش شوية من السمن هذا كده بنكهة المستكة عشان ياخد ريحة، ونغطي عليه نسيبه لين ينطبخ على مهله على نار خفيفة. بعد ما يستوي الرز نعطيه رشة كده من موية الكادي، عشان الشمخة هذه كده حقت موية الكادي تعطينا كده تودينا عالم تاني. فندخل كده إن شاء الله مع بعض الآن في التفاصيل، ونبدأ. أول حاجة نسوي نحمر السمنة عشان ندوب فيها المستكة. طيب خلنا قبل ما نبدأ هنا عندك، خلنا نعرف الناس بس والمشاهدين على المقادير. طيب المقادير بشكل عام عندي بهارات صحيحة، قرفة وقرنفل وشيبة، تمام، فلفل أسود وهيل. هذه المقادير بأسلق فيها اللحمة طبعا مع المستكة. ممكن في البداية نحمس المستكة في الزيت عشان تطلع ريحتها، وبعد كده نضيف عليها الموية ونسلق الموية، أو نسلق اللحمة في موية باردة. ليش نسلق اللحمة في موية باردة؟ عشان نضمن إنه الزنخة حتطلع. زنخة احنا جالسين الحين نعرض المقادير في الشاشة مع المشاهدين. ممتاز. طبعا هذه مقادير سلق اللحم زي ما انتم شايفينها. بعد ما نسلق اللحم اللي بيصير انه احنا حنصفيها ونجنبها على جنب. بعد كده ناخذ من مرق اللحم ونعمل الصوص اللي حنطبخ فيه او اللي حنحمر فيه اللحمه. تمام. طيب الرز بدا يتشرب المويه، هذا مرق اللحم، حضيف عليه ملعقتين من معجون الطماطم. تمام. وعندي هنا البهارات، كمون وكزبرة وهيل، فلفل أسود وفلفل أبيض. المقادير طبعا مسجلة وموجودة معاكم. حنخلط هذه المكونات كده مع بعض. تمام. في عنصر مرة مهم، المطبخ المديني يحب الأشياء اللي فيها شوية حموضة، فحنحط شوية من ملح الليمون ونقلب كل المكونات هذه مع بعض. بس ملعقتين من ملح الليمون؟ بس ملعق، نص ملعقة صغيرة من ملح الليمون. كويس. عندي هنا منقوع الزعفران مع موية الكادي، هذا طبعا منقوع الزعفران مع موية الكادي برضو كده نقلبهم مع بعض. هذا بعد نحطه؟ هذه لا، الزبيب والمكسرات حيكونوا على الوجه. تمام. هذا كده صار الخليط عندي جاهز. حكبه على اللحمة خليها تتغرق بالصوص. بعد كده حنحمر اللحمة هذه في الفرن. طيب تحس الصوص شوي قليل ولا عادي؟ تمام. لا كده مزبوط. مزبوط. ايوه، هو يا دوبك اللحمه حتتشرب، لان اللحمه اوريدي مستويه. اللحمه مستويه، ما حنحتاج احنا غير انها بس تاخذ اللون وتاخذ الطعم اللي هو طعم البهارات، لانها مطبوخه في بهارات صحيحه. فالان حنحط اللحمه في الفرن تتحمر معانا. كم ياخذ وقت؟ تقريبا 10 دقائق بحد اقصى. هذا الرز. طيب ايش الفرق بين الرز المديني والرز العادي؟ اوكي، الرز المديني يتميز بالنكهة العطرية اللي فيه، احنا بنضيف فيه موية كادي، بنضيف المستكة، اللحمة اللي بتتحمر في الفرن مع البهارات وبتنحط على الوجه هذه لها برضو طعم خاص. هذا اللي بيفرق بين الرز المديني والرز العادي. جميل.
كم ياخذ وقت الحين الرز؟ الان بعد ما غطينا الرز حياخذ معانا 20 دقيقه تقريبا وخلاص وبيصير جاهز. اللحمه تكون اتحمرت ونحط الرز ونحط اللحم فوق. في معلومات مره مهمه حابه اتكلم عنها في موضوع طبخ الرز، كيف احنا نضمن ان الرز يكون نثري؟ تمام. اول حاجه كميه الدهن في المويه او كميه الزيت لازم تكون مناسبه عشان الرز ياخذ حبته ويطلع معانا نثري ومفلفل. في معلومه ثانيه برضو، في نسبه وتناسب بين مده نقع المويه وكميه المويه اللي بنطبخ بها الرز. عندنا انواع كثيره من الرز، النسب متفاوته. في انواع مثلا كاسه الرز بتاخذ كاسه مويه، في انواع لا بتاخذ مثلا 1.8 يعني بنسبه وتناسب، في بعضها بتوصل مثلا الى الدبل يعني الكاسه بكاستين تقريبا. فقد ما نقدر احنا نحاول نخلي المرق اللي بينطبخ فيه الرز يكون مرق خفيف، ما يكون المرق ثقيل. يعني انا لو مثلا بطبخ بسوي كبسه، لو كانت الكشنة حقتي او المرق هذا مليان طماطم ومكونات، الرز ما حيسبح، ما حياخذ راحته. وانا عشان اخلي حبه الرز كده تطلع وتصير طويله وهذا لازم تسبح وتاخذ راحتها في المويه او في القدر. فنكون حريصين انه المرق لو كان ثقيل نصفيه عشان الرز ياخذ راحته وينفش معانا ويتشرب معانا صح. طبعا كل ما كانت مده النقع اكثر كل ما طلع معانا الرز بجوده افضل. طبعا في المقابل حنقلل المويه اللي بنطبخ فيها الرز، بيكون نار هاديه صح؟ طبعا في البدايه بنخلي النار عاليه لين الرز يتشرب المويه. بعد ما خلص الرز يتشرب مويته، نسبه النار دائما على كميه السوائل. عندي مويه كثير في القدر اخلي النار عاليه، كل ما قلت المويه كل ما قللت الحراره لين خلاص الرز يتشرب مويته. فاقوم اوطي النار واخليه على نار خفيفه 20 دقيقه مره مكتوم عشان يستوي على البخار. بعد كده حيطلع الرز معاكم مرستك. طيب هو بس يتسوى مع اللحم ولا ممكن دجاج؟ أي ممكن طبعا مع الدجاج، عادة باللحم أو بالدجاج، لأن الرز المديني يعني في كل المناسبات عند أهل المدينة يعني هي الطبخة المعتمدة في السفرة المدينية. نيجي للحم. اللحم كيف أنا أضمن طراوته؟ كيف أضمن لذاذته؟ صحيح، تكنيك الطبخ جدا مهم. يعني انا ايش بسوي باللحمه؟ بطبخها في مرق ولا مثلا ابغى اشويها؟ اذا انا حطبخها في مرق معناته انا ابغى المرق يكون متشرب نكهه اللحمه، المرق نفسه لازم يكون مليان بالنكهه. طيب ايش حسوي؟ احط اللحمه في مويه بارده. احط اللحمه في مويه بارده ليش؟ ابغى اللحمه تكون ذايبه، عشان ابغى اللحمه تكون ذايبه وابغى المرق يكون مليان نكهه. يعني الان انا عندي طريقتين، عندي مرق ابغى استفيد منه فاقوم اطبخ اللحم بالمويه البارده عشان المرق يتشبع من نكهه اللحم. في البدايه احط اللحم واخلي النار عاليه لين تبدا الزنخه اللي في اللحم تطلع. ايش هي الزنخه؟ هي عباره عن سوائل دمويه في وسط اللحمه. هذه السوائل لما انا احط المويه في او اللحمه في مويه بارده وعليت عليها النار، طلعت هذه السوائل من وسط الدهن فشلتها على برا، ضمنت انه المرق صار نظيف. بعد كده احط المطيبات، البصل، ممكن ليمون، الفلفل، البهارات الصحيحه، واقفل عليها لين تستوي اللحمه. كده انا ضمنت انه المرق حقي نظيف واللحمه نظيفه والمرق غني بنكهه اللحم. لكن مثلا ابغى اللحمه نفسها فيها نكهة عالية، هنا أروح لعملية التسفيع أو التشميع. أني أنا أحط اللحمة على نار، أشويها، أحمسها في الزيت، أقفل مساماتها بالكامل عشان تحافظ على السوائل اللي في وسطها. ما تشوفوا مثلا الستيك أحيانا قطع الستيك ممكن أحمرها أول شيء بالزبدة على الصاج بعد كده أحطها في الفرن. ليش؟ عشان أنا أقفل مساماتها بالكامل وأضمن انه السوائل اللي فيها موجوده فراح تنطبخ وتعطيني طراوه ولذه. المشاوي مثلا اروح لتكنيك اخر. ليش؟ لان انا بحط اللحمه مثلا على السيخ، النار بتوصل حرارتها فقط للحمه، فهنا انا لازم اروح لتكنيك البراين. ايش هو البراين؟ ان انا احط اللحمه في محلول ملحي اضمن انه السوائل اللي جوه اللحمه تطلع وتستبدل بالمحلول الملحي هذا اللي فيه له التوابل وفيه له البهارات اللي موجوده عندي، فبالتالي تطلع اللحمه نظيفه وما فيها اي زنخه وما فيها اي شيء. اكيد شيف وحيد احنا مكملين معاك وراجعين بهذه المعلومات القيمه، واتمنى من المشاهدين خاصه اللي مهتمين في طبخ اللحم ان يكون معاهم ورقه وقلم علشان يكتبون هذه المعلومات كلها. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.
مشاهدينا ولا زلنا معكم في مطبخ سيدتي، وصفة اليوم الأرز المديني ومكملين مع الشيف وحيد. الحين بسألك، بس أنت قبل شوي كلمتنا عن اللحمة الدايبة كيف تكون، نبي نشوف طريقتك في تبهير اللحمة كيف. طيب حلو، قبل ما أقول لك كيف نتبل اللحمة خليني أول شيء هذه سمنة دوبنا فيها المستكة، هحطها كده على الوش الله عشان تعطينا نكهة رهيبة. حلو، اللحم بشكل عام كل ما كان اللحم فريش أنا أبغى أستطعم طعم اللحمة، فما أضيع الطعم الأساسي بالبهارات. ولذلك لو نيجي نلاحظ مثلا المقلقل، السلات، الطبخات هذه عادة يا ملح يا ملح وفلفل أسود، مو أكثر من كده. ليش؟ عشان أنا أبغى أذوق اللحمة. الكباب أنا بستخدم لحمة فريش، وكل ما كانت اللحمة فريش معناته أنا حاستخدم بهارات مرة قليلة. كل ما أنا تنوعت في مصادر اللحمة واختلفت مصادر اللحم معايا وما صار اللحم طازج، أنا هنا حاضطر أدخل ببعض المطيبات زي جوزة الطيب على سبيل المثال، دبس الفليفلة، أضيف المكونات اللي طبعاً كل مكون بيوديني دايركشن معين في 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 موضوع الطعم. فبشكل عام لا، اللي يبغى يأكل أو اللي بيستطعم طعم اللحمة لا يتبلها كثير. لكن ممكن نتكلم على المطريات. المطريات اللي بنستخدمها عادة مع المشاوي، في مطريات طبيعية كثير. أول حاجة عندكم الكيوي. الكيوي يطري اللحم، يفتت الأنسجة اللي في اللحم، فبالتالي لما أشوي مثلا أنا بعمل أوصال لحم مشوية أخلط معاها كيوي في نفس التتبيلة. طبعا لا تكون الكمية كبيرة، لأنه لو زادت كمية الكيوي حيفتت اللحمة يعني تتفتت ممكن معانا، فلا كل كيلو لحمة نص حبة كيوي، تقريبا 25 إلى 30 جرام كيوي. هذا بالنسبة لي الكيوي. عندنا المطري الثاني الطبيعي الأناناس، عندنا البابايا، هذه كلها مطريات طبيعية نقدر نستخدمها في تتبيل اللحم عشان أنا أضمن طراوة اللحمة. طبعا في تكنيك ثاني اللي هو ضرب اللحمة، يعني مثلا زي الريش أضربها بالمطرقة على أساس أني أنا أفتت برضو الأنسجة اللي فيها، فبالتالي تنطبخ معايا بسرعة وأضمن يعني قبل ما أدخلها الفرن أبدأ أضرب فيها. بالضبط. جميل بالضبط. طيب خلينا نكمل مع المشاهدين وصفتنا اليوم. ممتاز. إحنا الآن الرز المديني يا جماعة ريحة الحالة هتك. أيوة يعني بالضبط، ريحة الكادي سهينة مع المستكة، يعني أتوقع أنتوا كده شامين من يوم ما جينا وإحنا بدأنا الناس كلها بتقول لي ما شاء الله الريحة واصلة. فالرز المديني هذا ميزته يعني بيعكس ثقافة أهل المدينة، ترى بيئة المدينة زراعية، فلما تكون بيئة زراعية معروفة المدينة بالنعناع بالحبك بالريحان. بس ما شاء الله المقادير خفيفة، يعني مو مقادير كثيرة، هي لأن هي مكونات بسيطة بس بتعطينا الأروما، بتعطينا الـ 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 الفيدباك اللي احنا نبغاه، يعني خلاص النكهة بتوصل. والرز برضو نضيف عليه بهارات ولا؟ الرز لا، هو الرز خلاص بينطبخ بمرق اللحم اللي أصلا نحن حاطين فيه مطيبات تطيب لنا طعم اللحم اللي هي البهارات الصحيحة، عادة القرفة والقرنفل والفلفل الأسود والهيل وممكن الشيبة. طبعا البهارات حتى اللي بنضيفها مع الصوص اللي بنحمر به اللحمة تختلف من بيت لبيت، وهذا الشيء طبيعي يعني بيصير، يعني كل بيت له تكوينة بهارات معينة. صحيح. بس في أشياء أساسية الكل معترف بها او الكل بيعمل بها اللي هي الكمون والكزبره والملح والفلفل الاسود. طبعا خلينا نتكلم عن الاكلات الشعبيه اليوم. يعني ايش كيف تشوف اقبال الناس عليها؟ الصراحه في تطور كبير صاير في موضوع الاكلات الشعبيه والمطاعم اللي بتقدم الاكلات الشعبيه. زمان كان الاكل الشعبي يقدم بطريقه جدا تقليديه، يعني حتى مستوى أو كفاءة الناس اللي قاعدة تشتغل في المطاعم اللي بتقدم الأكلات الشعبية كانت كفاءة جداً للأسف متدنية. اليوم في وعي عالي من ناحية المستهلك ومن ناحية المنظمات أو الجهات الحكومية اللي بتعمل على تنظيم المنظومة بالكامل، منظومة قطاع الضيافة أو إدارة المطاعم. الجهات أتوقع كثيرة ما حقدر أحصرها، ولكن التطور هذا اللي صاير في كل المجالات رفع مستوى الخدمات اللي بتقدمها المطاعم الشعبية، فبالتالي حتى مستوى الأكل وجودة الأكل صارت يعني بجودة عالية للأمانة. وهذا الشيء يعني فيه إقبال كبير على المطاعم الشعبية اليوم، فيه
تطور كبير صاير في تنوع الأصناف اللي بتنزل في المطاعم الشعبية. لو جيت اليوم أتكلم بس على الشواية والرز البخاري، يعني الأكلة الشعبية اللي كل الناس بتدور عليها، اليوم صارت في مطاعم مختصة في هذا المنتج وبتقدمه ببكج مختلف وبطريقة تقديم جديدة وبتتميز في المكونات وفي التتبيلة وفي البهارات. صحيح. فللأمانة لا يعني صار في شيء بيواكب التطور اللي احنا صحيح. اصلا عايشينه. شوف وحيد، الحين تقريبا ما عاد بقينا شيء لتستوي اللحمه، صح؟ هي خلاص تتحمر، والرز خلاص تقريبا برضو الرز جاهز. يعني يمكن انا الان في اللحظه دي بحكم انه الرز، طيب انا اقول لك شيء بس اللحظه هذه ايش راح تحط على الرز؟ ابى احط مويه كادي عشان يلا. الريحه الاخيره دي كلها اللي سويت لكم كذا فيها. يلا اوكي. طيب هذه مويه الكادي رشيتها. طبعا انا ليه رشيتها في الاخير؟ لما الرز يكون فيه له سوائل، طبعا خلاص طفيت اللحم، طفيت النار، الرز خلاص، الرز لما يكون فيه سوائل واحط مويه الكادي، مويه الكادي حتتوزع يعني حتتوزع مع المويه في الرز كله، يصير ريحه كادي. فممكن تكون الريحه مزعجه لما تكون زايده، هي ترى هي غطايا واحده يعني ما هي كميه كبيره، ولما تكون على الوجه يعني خلاص بس تديني النفس ايوه حلو. ريحه الكادي كذا يعني بس اني اشمها. الحين اخر شيء بقينا تحميره اللحمه. بالضبط، والله اللحمه ما شاء الله اخذت وجه حلو. خلاص نطلع اللحم كمان من الفرن. اوه هذه اللحمة. طبعاً كذا تكون انتهت عندنا وصفتنا اليوم، صح يا شيف؟ صح. يلا نبدأ نغرف. نبدأ نغرف. تعالوا شوفوا معانا الرز. وشوفوا ما شاء الله الرز. ها كيف الريحة؟ واو. السمنة والمستكة وموية الكادي. شغل مرتب. هذا اللي يميز المطبخ المديني. أنا اشتهيت أذوق من الصوص. في له حموضة لأن أهل المدينة يحبوا الحوامض. بعدين نرش عليها من هنا صح؟ أيوة. الآن هذا الرز وغرفناه، هنحط عليه اللحمة. خلي بس الصحن هنا. اوكي. واو صراحة شيء جميل. لا الريحة لا، باقي هذا المرق كذا. يا سلام. نرش عليه المرق عشان نضمن انه التتبيلة وصلت كل مكان. عندي هنا لوز، ممكن احط لوز، احط صنوبر، احط كاجو، انت والمكسرات اللي تحبها، اي شيء انت تحبه حطه وتشتهيها. بالضبط. في الاخير هذا جارنيش للطبق. جميل. وعندي هنا زبيب، واللي ما يحب الزبيب لا يحط. حلوين. هذا كده معانا طبق الرز المديني، قدمناه بأسهل طريقة وبأسهل وصفة. إن شاء الله أنكم استمتعتوا معانا. بعد الهوى حنخش ونعيش. عليكم بالعافية يا رب. طبعا أنتم طبختم لحم يعني زي اللي تقولوا لي أودي ما تاكلين. الريحة واصلة لحد عندي وأنا خلاص الجوع وصل حد على قولهم. والله اللحمة دايبة، وبعدين هذا كتف يعني ما في كلام، أطرى لحمة. التكنيك اللي استخدمته مع هذه اللحمة وشي؟ التكنيك إنه أنا سلكت اللحمة في موية باردة، طلعت الزنخة اللي فيها كلها وشلتها. أنت سلكتها بقدر ضغط؟ يا سلام. سلكتها في قدر الضغط عشان نختصر الوقت. أوكي. ولو حطيتها في قدر عادي طبعا تختلف المدة على حسب نوع اللحم. طيب شوف، تكلمنا عن سر نجاح الأكلات الشعبية اليوم. سر نجاح الأكلات الشعبية إني أنا أحافظ على الجودة. ما أشتغل شغل أي كلام. لا، أول كان ما في لا وصفة ولا في دليل تشغيلي في المطاعم. العامل كل مرة يجي يطبخ بالطريقة اللي تناسبه، يحط بهارات. اليوم ترى في مطاعم صار عندها كوشنات ثابتة، صار عندها صحيح. أكياس بهارات موحدة للطبخات اللي قاعدة تشتغل عليها. فالمقادير صارت ثابتة، ما حد يجتهد. ما أعطي مجال للعامل
انه يجتهد. وللامانه اليوم في مطاعم ما صارت توقف على شيفات، صارت توقف على كيان مؤسس بطريقه صحيحه. عندي دليل تشغيلي، اتبع التعليمات اللي فيه، يجيني العامل ياخذ تدريب، يطبق الاشياء اللي اتدرب عليها على حسب المانوال، يطلع بنتيجه ثابته وجوده ثابته على طول. شوف، في سؤال مهم دائما كثير يدور في بالي، ليش الكثير مننا يفضل لما يطلب اكله شعبيه يتجه للاسره المنتجه او اللي في البيوت اكثر من المطاعم؟ اوكي، لان احنا عاده الاكلات الشعبيه تعودنا عليها في بيوتنا، فلما ابغى اسوي شيء مثلا ابغى اطلب اكله شعبيه واروح او عندي مناسبه او اشتهيت اكله معينه، الخيار الاول ان انا اروح للاسر المنتجه، لاني انا بعيش احساس انه هذا الاكل بيتقدم في البيت او بينطبخ في البيت بالاصح، فبالتالي اكل وخاص بيوت وخاص لي انا مو للعامه. ايوه، فهو اكل نظيف واكل بيوت. بس اتوقع اليوم حتى هذه المدرسه اختلفت شويه، اليوم حتى ترى في اسر منتجه كثيره تحولت الى مطاعم، لانهم خلاص وجدوا انه الفرصه صارت سانحه مع في 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 مجال رياده الاعمال، انهم هم يتطوروا ويبداوا مشاريعهم بشكل كبير، وفي نماذج ناجحه مره كثير اكيد. طيب ايش الاطباق المميزه غير الارز المديني في المدينه؟ المدينه عندنا السلات، السليق، البخاري، كلها من الاكلات اللي اهل المدينه يعني مشهورين فيها، بس هذا الطبق هو سيد السفره المدينيه، وعاده في المناسبات هذا هو الاساس. السر في الطبخ المديني ايش هو؟ السر في الطبخ المديني ان انا اشتغل على التكنيك صح، واضيف المكونات العطريه اللي بتخلي الطبخه تفرق عن باقي الطبخات. ترى هو رز ولحم، صحيح رز ولحم، بس انا كيف ميزته وكيف اعطيته دايركشن مختلف، كيف اعطيته خليته كذا يمسك مسار ثاني. فهذا هو الرز المديني اللي اهل المدينه اشتهروا فيه، واشتهروا بالطبق هذا في مناسبات. طيب بهارات المدينه بعد تكلمنا عنها. زي ما قلت لك، بهارات المدينة بشكل عام هي التركيبة، البهارات موجودة في كل مكان. يعني كل أنواع البهارات موجودة في كل مكان، بس إيش الكومبينيشن اللي أنا حشتغل عليه هذا له دور. لو جينا لأهل المدينة ترى يحبوا البهارات العطرية، يحبوا الأشياء العطرية كثير، فبحكم زي ما قلنا إنه الأرض كانت الأرض زراعية، فالورقيات، النعناع، الورد، الدوش، الأشياء هذه كلها متوفرة بكثرة. حتى ترى المشروبات اليوم بعد الوجبة هذه لازم أنا أشرب نعناع أو نعناع حساوي أو نعناع مغربي، أو أشرب مثلا شاهي أخضر، كل هذه موجودة من خيرات المدينة نفسها. شف، بحكم أنك أنت شف ولا قوة إلا بالله، شف يعني تنصح وتفضل استخدام البهارات الصحيحة أكثر أو البهارات المطحونة، وإيش الفرق بينهم؟ أوكي، البهارات الصحيحة تطلع زيوتها العطرية تطلع مع الحمص طبخة. فبالتالي لو أنا ما أبغى لون البهار يظهر في الطبخة، أنا أستخدمها صحيحة، وبالتالي بس أطلع الإكستراكشن حقها، أطلع الخلاصة اللي فيها من النكهة، وإيش وتطلع معايا في الطعم. أما المطحونة لا، أنا بستخدمها بشكل أكبر عشان تطلع معايا النكهة أقوى. جميل، إيش الأشياء اللي تقدمونها مع الرز بالعادة؟ مع الرز المديني الدقس. ألف شيء الدقس، اللي هي السلطة الحارة اللي بالطماطم والكزبرة والليمون أو الخل والملح وشوية كمون وفلفل أخضر طبعاً اللي يحب الحار، وما في أحلى من كذا يعني. أكيد مشاهدين، إحنا زي ما أنتم شايفين الوصفة راح تطلع لكم بعد شوي، وكمان الشيف ما قصر اليوم بكل المعلومات القوية اللي أعطانا إياها في الطبخ. الله يعطيك العافية، عشان كذا قاعد أقول ورقة وقلم. لازم هذه المعلومات على ورقة وقلم. يستاهلوا ومتابعين روتانا يستاهلوا. أكيد، الله يسعدك، يعطيك العافية شيف وحيد، ما قصرت معانا، وما شاء الله عليكم بالعافية يا شباب. أهلا وسهلا مشاهدينا، وبكذا وصلنا لختام حلقتنا، نشوفكم بكرة في نفس الموعد، فمان الله.